أهلا بيكم من جديد. فيلم الافتكاسة النهاردة بيبدأ بسفينة في البحر، بيكون فيها صيادين بيصطادوا السمك، لكن بيخرج عليهم وحش كبير بياكل السمك وبيقلب السفينة بالصيادين كلهم، اللي بنعرف بعدين انه ديناصور مائي بسبب انتشار الديناصورات في الوقت ده، وبتبقى قلب العالم وبتخرب وبتقتل وبتحرق أماكن كمان. ومع انتشارها الزايد ده بيعمل سوق سودا علشان يتاجروا في الديناصورات، وعلشان يقدروا يحافظوا عليها الكونجرس الأمريكي ادى حق جمع الديناصورات لشركة عالمية اسمها بيوسين، وان المدير التنفيذي للشركة اخد جبال في ايطاليا ملجأ ليهم علشان يقدم لهم الدعم، لانهم دايما معتقدين ان الديناصورات قادرة تعلم الانسان اكتر على نفسه، وعلشان يعمل عليهم استكشاف على امل انه يلاقي خصائص علاجية بداخل الديناصور. وفي اغلبية شايفين ان ارباح الشركة بسبب الحكومة مش العمل اللي بيعملوه، وبيبقى منتشر اخبار على مستنسخ من الانسان وبتكون شبيهة ببنت اسمها شارلوت، بنت واحدة اسمها بنجامين. بعدها بنروح لبنتين بيدخلوا مكان غير مشروع، بياخدوا الديناصورات وبيصوروا الديناصورات على اساس يبقى دليل، وبيلاقوا ديناصور صغير، فبتقرر بنت اسمها كلير انها تاخده، وفعلا بياخدوه، لكن بيعرفوا ناس من المكان فبيمشوا وراهم بالعربيه، لكن بتقدر كلير واصحابها يدخلوا العربيه ويمشوا ويتخلصوا من العربيات كمان عن طريق انهم دخلوا على مكان فيه كميه كبيره من الديناصورات الضخمه، وبتقول لهم كلير انها محتاجه مساعدتهم علشان تكمل اللي بتعمله، لكن الولد بيعترض وبيقول لها انه جاله شغل كويس ومش هيتعوض فما ينفعش يرفضه، وبتقول لها البنت ان اللي يقدر يساعدها هو حبيبها اوين اللي بيكون فعلا مش بيخاف وبيقدر يروض الديناصورات ويهديها ويمسكها كمان. وبنروح لبنت اسمها مايزي بتكون واقفة بتتفرج على الديناصورات وهما بينقلوها، وبعدها بترجع البيت وبتشوفها كلير فبتسألها لو عدت الجسر، لكن بتتخانق مع كلير وبتحاول كلير تلطف الجو بينهم وبتهزر معاها. وبيجي اوين وبتقول له كلير ان مايزي خرجت للبلد تاني، وبيقول لها انه هيتكلم معاها، وفعلا بيجي الليل وبيكلمها اوين انها ما ينفعش تعدي الجسر او تروح البلد، فبتنفعل مايزي عليهم وبتسيبهم وبتقوم. وبنعرف ان مايزي هي البنت المستنسخه وان كلير واوين مكلفين بحمايتهم وتربيتها. وبيبقى في شخص شايفهم من بعيد وبيتكلم في التليفون وبيقول اللي بيكلمه انه عرف مكان البنت وقت ما عرف مكان اوين. بعدها بنروح لغرب مدينه تكساس اللي بيهجم عليها حشره الجراد بكميه مهوله وحجمه كبير جدا، وبيقدروا طفلين يهربوا منهم ويحتفظوا بجرادة واحدة حية. وبعدها بتتصل صاحبة المزرعة ببحث في العلوم الزراعية والحيوانية كمان، وبتقول لها اللي حصل وان الحكومة بقت مهتمة بالديناصورات بس، وبنعرف ان زرع شركة بيسين هو الزرع الوحيد اللي الجراد ما اكلوش. فبتروح الباحثة اللي بيكون اسمها ايلي لصديقها اللي بيكون عالم في الحيوانات والحفريات واسمه بيبقى ايليا، وبتاخد له الجراد معاها وبيقول لها ان ده جراد مهجأ مش طبيعي، وده اللي بيخليها تقول انها شك ان ده يكون من الشركة بسبب انهم عايزين يستحوذوا على الحبوب والزرع والمحصول كله ليهم هما، وبتطلب منه انه يساعدها تثبت ده، وفعلا بيوافق. وبتكون جاية ليهم دعوة من الكاتب بتاع الشركة وبيقرروا يروحوا. وبعدها بتلاقي مايزي ديناصور صغير واللي بتخاف منه مايزي، فبيحاول اوين يتحكم فيه وفي امه كمان. وبعد شوية وقت وعدم ظهور خوفهم فعلا بيمشوا، لكن اوين بيبقى عايز يشوف العش بتاعه فبيروح وراهم، ومايزي مش بتسمع كلامه وبتروح وراه هي كمان، لكن الراجل اللي كان بيتكلم في التليفون بيروح لها هو وواحده وخطفها واخد الديناصور الصغير. وبيشوفهم اوين من بعيد وبيروح يجهز نفسه وبيقول لكلير وبيمشوا وبيروحوا لصاحب كلير، وهناك بيعرفوا مين الشخص اللي خطفها وبيبقى اسمه راين وانه شخص بشع قوي، وبيقول لهم ان هيبقى في عميل تبعهم وصديق ليهم هناك واسمه باري، وبيكون شغله مع الاستخبارات الفرنسية. فبيروح اوين مالطا علشان يقدر يعرف مكان مايزي، لكن ده بيكون خطر عليهم، لكن بيصمم هو وكلير انهم يروحوا وينقذوها بنفسهم برغم تحذير صديقهم وان عملائهم هم اللي هيتكلفوا بانقاذها، لكن بيروحوا هم. بعدها بنروح لإيلين وإيلي اللي بيكونوا وصلوا بويسي، وبيستقبلهم شخص اسمه رمزي وبيقول لهم انهم يعتبروا اسطورتين في العلم والبحث وانهم معروفين جدا، وبياخدهم بالطيارة عشان يوصلهم مقر بويسي، وبيشرح لهم وبيشوفوا كل الاراضي اللي بيعدوا من فوقها وانهم انقذوا ديناصورات كتير وفتحوا الارض بتاعتهم كملجأ للديناصورات واللي بتكون انواع مختلفة منها، وبينبهروا بانواعها فعلا. وبيقول لهم رمزي ان مركز بويسي موجود تحت الارض، وبيسألوا إيلين عن انهم ازاي بيهتموا بالديناصورات، فبيقولوا انهم بيقدموا المساعدة ليهم عن طريق اشارات كهربائية بتوصل للدماغ على طول، فبيقولوا إيلين ان ده شيء وحشي، فبيقولوا رمزي انها مجرد اشارات بس. وبيوصلوا لمركز بويسين وبيقابلهم هناك المدير التنفيذي للشركة اللي بيكون اسمه لويس، وبيقول لهم انه بيعمل طفرة جديدة في الاستنساخ والجينات، وده اللي هيساعد كتير على شفاء امراض كتيرة زي الزهايمر والكانسر، وانه كان عايز هو اللي يرافقهم في جولتهم بس للأسف مشغول، وبيخلي رمزي هو اللي بيبقى مرافق ليهم، وبيقول لهم ان رمزي يعتبر زيه بالظبط وانه مقرب ليه. وبعدها بيمشوا وبياخدهم رمزي للكاتب ايان مالكوم اللي بيقول في محاضرته ان العلم الجديد والمطور عندهم هم بيخلي في ايديهم نجاة الارض من الكوارث اللي بتحصل لها،
وبتخلص المحاضرة وبيروح إيان لإيلي وإيلين وبيسلم عليهم، وبيبان إن إيلين غيران من إيان، وبتطلب إيلي من إيان إنها عايز تكلمه على موضوع خاص باللي بيحصل في بويسن وإن الشركة مش زي ما هو فاكر. فبيقول لها إيان بعد ما بيحاول يحجب الرؤية عن الكاميرات إلى حد ما، وبيديها كود تعريفي للبوابات والأدوار، وبيقول لها إن ده مشروع عامله لويس في جراد مهجة، وبيقول لها إنه في الدور السادس، وبتشكره جدا وبتعرف إيلين إنهم هيقدروا يدخلوا. وبنروح للويس اللي بيروح للدور السادس، وبيبقى هناك عالم اسمه هنري اللي بيقول إنهم لازم ينهوا اللي بيحصل ده، وإن الجراد هيسبب مجاعة كبيرة في العالم كله، وإنه بيتكاثر بسرعة كبيرة جدا. فبيقول له لويس إنه بدأ يتصرف وكله هيبقى تحت سيطرته، وإن مايزي قربت تيجي هنا. وفي مالطا بتوصل مايزي هناك، وبتروح مع واحدة تابع لويس اللي بيكون معاها كمان الديناصور الصغير، وبتشوفها بنت تاني بتكون بتشتغل في البيع لغير مشروع للديناصورات، وبتسأل الشخص ده عنها لكن بيقول لها ما تشغلش بالها بحد وبتمشي. وبيوصل أولين وكلير وبيقابله باري اللي بيقول لهم ان في سوق هنا لكل انواع الديناصورات لكن بيكون سوق غير شرعي، وبتتهرب الديناصورات من اسيا وافريقيا وامريكا كمان، وبيحط عملة لشخص ما وبيفتح له الباب، وبيدخلوا السوق وبتشوفهم البنت اللي شافت مايزي، وبتروح كلير الحمام. فبتروح وراها البنت دي، وبتعرف كلير انها امريكية وبتحاول تطلب منها المساعدة، لكن البنت بتحسبها سائحة وبتقول لها ترجع الفندق اللي قاعدة فيه وما تدخلش نفسها في اماكن زي دي لان الغلطة هنا بروحها. وبتروح وراها كلير وبتقول لها ان عايزه تلاقي بنتها، وبتشوف البنت صوره مايزي فبتقرر تساعدها. وبيكلم اوين كلير وبيقول لها ان رين هيدخل السوق دلوقتي، وفعلا بيدخل وبيروح وراه اوين وباري وكلير كمان، وبيجهزوا القوات. وبتعرف كلير ان مايزي مش موجوده، والقوات بتعرف ان هي صفقه تبادل ديناصورات مقابل المال، وبتبدا تضرب عليهم لكن بتخرج البنت اللي تابع لويس الديناصورات اللي بتهجم على اي حد بيتوجه له الليزر، وبتبدا توجه الليزر على اوين وباري وباقي القوات، وبتهرب وبتروح وراها كلير. وبعد ما بيوصلوا الشقه كده بيفضلوا يضربوا في بعض، وبتكهربها كلير وبتقول لها ان بنتها راحت مركز بويسن لكن البنت بتحط عليها الليزر، وبيهاجم كلير ديناصور كبير وبتفضل تجري منه وتهرب. وبتساعدها البنت الامريكيه وبتاخدها بعربيه، وبيهاجمهم الديناصور لكن بتقدر كلير بعد شويه انها تتخلص منه. وبيروح اوين يساعد باري بعد ما كان بيهاجمه ديناصور ويخرجه، وبتعرفه كلير ان مايزي في مركز بويسن، فبياخد موتوسيكل وبيروح لكلير اللي بتكون وصلت لطياره البنت لكن بيهاجمه ديناصورين وبيحاول يتخلص منهم لحد ما بيوصل للطياره، وبيقدر يدخل الطياره قبل ما بتطير وبيتخلص من الديناصور. وفي الوقت ده ايلي وايلين بياخدوا جوله في المركز مع رمزي اللي بيعتذر وبيقول لهم انهم يكملوا الجوله ويمشوا من المصاعد دي. وبعدها بيروح الاثنين للدور السادس من المصاعد الثانيه، وبتوصل مايزي للمركز وبيدخلها هنري اللي بيعرفها انها شبيهه لشارلوت وانها بنتها كمان، وان شارلوت كانت عامله نابغه وعبقريه وقدرت مع التعديل الجيني تغير جين الديناصور وتخليها تتكاثر ذاتيا بدون ذكر، وده اللي عملته شارلوت مع نفسها وحملت بمايزي. ولكن شارلوت كانت بتعاني من مرض معين وعملت تصفية لجينات مايزي وشالت المرض منها وادتها حياة أطول، لكن للأسف ماتت شارلوت وما كانش ينفع يبعدها أوين وكلير بعيد. بعدها بتوصل أيلي مع أيلين في حجرة الجراد وبيدخلوا وياخدوا عينة منها، ولكن بيهاجمهم الجراد وبيقدروا يخرجوا من هناك. وفي الوقت ده بيوصل لويس عند مايزي وبيتكلم هو وهنري، فبتستغل ده مايزي وبتروح تفتح على الديناصور الصغير وبتهربه وبتهرب. وبتقابل ايلين وايلي وبتعرفهم انها البنت المستنسخه وبيهربوا. وبيجي رمزي اللي بيفكروا انه تبع لويس لكنه بيساعدهم لانه مع ايان، وبيركبهم كبسوله متحركه عشان يخرجوا بيها من هناك. وبيكونوا اوين وكلير والبنت في الطياره لكن لسوء حظهم بيهاجمهم ديناصور طائر من اواخر العصر التباشيري بعد ما عطل لويس الحمايه الجويه من الديناصورات، وبيخرب محركات الطياره واجنحتها، ومش بيبقى في الطياره غير كرسي واحد ليه مظله واللي بيكون كلير قاعده عليه. فبيقول لها اوين انها لازم تنزل بيه وتنقذ مايزي وانه بيحبها، ولو المظله ما فتحتش تفتح الكرسي. وفعلا بتفتح كلير المظله وبتنزل من الطياره، لكن الديناصورات بتخرب المظله فبتشد الكرسي وبتقع بيه في الغابة. وبتقابلها هناك ديناصورات كتير لكن بيكون في ديناصور كبير، وبتتصرف كلير بذكاء بأنها بتنزل من الكرسي وبتعوم في بركة مية وبتكتب نفسها وما تبينش خوفها خالص. وفعلا بيوصل لها الديناصور لكن مع عدم حركتها بيمشي، وبتطلع كلير وبتقع الطيارة بأوين والبنت وبحيرة جليدية، وبيقدروا يطلعوا عايشين لكن للأسف بيظهر لهم ديناصور غريب وبيبدأ يهاجمهم. وبيقع أوين في البحيرة لكن بترفعه البنت قبل ما يتاكل، وبيهربوا وبيقفلوا مصعد عليهم، وبتكهرب البنت الديناصور وبيمشوا. وبيعرف لويس ان اوين وكلير دخلوا الاراضي بتاعته، وبيوقف الكبسوله بتاعت ايلي وايلين ومايزي في مناجم الكهرمان، وبيتكلموا مايزي وايلي عن امها وانها كانت صاحبتها وبتحب بنتها جدا،
وبيبعت لويس لأيان ورمزي بعد ما بيعرف من الحارس بتاعه ان ايلي وايلين دخلوا غرفة الجراج وانهم شافوا في الكاميرات ايان بيدي حاجة لايلي وبيقول له انه لازم ياخد حاجته وبيطرده، لكن ايان بيهدد لويس وبيقول له ان نهايته هتبقى وحشة بنفس افعاله. وبيروحوا اوين والبنت للغابة اللي كلير كانت فيها عن طريق جهاز تتبع للكرسي اللي كانت عليه كلير، لكنهم بيلاقوا اكبر ديناصورات هناك وكانوا هيتخانقوا سوا لكنهم بيسيبوهم وبيمشوا. وبيوصل ايلي وايان ومنزل مكان في كهف من كهوف الكهرمان، لكن بيتفاجئ ايلين بديناصورات في كل مكان وبيحاولوا يهربوا منهم. وبيروحوا لطريق بتبقى اخره بوابه، ولكن اللي بتكون برقم سري من بره ومش بيعرفوا يفتحوها. وبيوصل لهم ايان وبيحاول يفتحها، لكن بيساعدهم رمزي وقت ما بيشوفهم في الكاميرات وبيفتحها وبيقدروا يهربوا. وبتوصل كلير لمنطقه فيها كهرباء كتير وبتحاول تطلع ليها، لكن بتلاقي اكتر من ديناصور حواليها واللي بيكونوا سمين جدا. وبيوصل بالفعل ليها ديناصور، وعلى اخر لحظه بيقتلوا اوين وبينقذها. وبيعرف لويس بخبر انتشار الجراد وتساؤل الناس على اسبابه وجي منين، وعلشان يخفي الادله بيأمر بحرق الجراد كله، لكن الغرفه بتتعرض للكسر وبيهرب الجراد كله في غابات الارض، وده اللي بيسبب حريق كبير جدا. وبيقع الجراد على مايزي وايلي وايان وايلين كمان وقت ما بيبقوا في العربيه ومش بيقدروا يتحكموا فيها، وبتقع بيهم. وبتشوف مايزي اوين وكلير وبتطلع وبيتجمعوا كلهم. وبتتعرف مايزي على البنت وبيشكر اوين وكلير ايلي وايلين انهم ساعدوا مايزي. وقت ما بيحاولوا يطلعوا لغرفه الكهرباء بيهاجمهم ديناصور كبير، وبيدخل ايان جوه العربيه وقت ما بيطلعوا كلهم للغرفه، لكن بيهاجم الديناصور مايزي وهي بتطلع، لكن بيساعدهم ايان وبيمسك جراده فيها نار بحديد وبيرميها جوه الديناصور. وبيطلع وبيساعد ايلين وبيضربوا الديناصور وبيكهربوه وبيضطر انه يهرب. وبيكتشف لويس ان لازم يعمل امر اخلاء للمركز كله علشان يحافظ على الديناصورات في المركز بسبب انتشار الحريق في الغابه، وفعلا بيأمر بيه. وبيبداوا الموظفين يخرجوا الديناصورات وبتطلع فعلا، وبيبقى لازم كلهم يوصلوا لغرفه التحكم الرئيسيه. وبينزلوا النفق بيوصلهم للمركز وبيتقسموا جزء في المركز، وايلين واوين ومنزي بيروحوا يجيبوا الديناصور الصغير. وبتروح كلير وايلي غرفة الجراد علشان يفصلوا الكهرباء عن المركز علشان الكهرباء بتستخدم لتفعيل الحماية الجوية. وبيهرب لويس بكبسولة متحركة بعد ما عرف ان رمزي هو اللي ساعدهم وعرفهم كل ده، لكن وقت ما بيوصلوا كلير وايلي لغرفة الجراد وبيفصلوا الكهرباء بعد ما بيهاجمهم جراد كتير وبتفصل الكهرباء عن الكبسولة. وبيخرج لويس لكن بيهاجمه عدد كبير جدا من الديناصورات السامة وبيموت. وبيوصل اوين ومايزي وايلين لمكان الديناصور الصغير وبتحاول توقفه مايزي، وبيعملوا التلاتة شكل مثلث وقت ما بيهجم الديناصور على ايلين، وبيضربوا اوين بمخدر في رقبته وبياخدوه وبيرجعوا للمركز. وبيروح في الوقت ده رمزي لغرفة المركز وبيفعلوا الحماية الجوية، وبتروح البنت تجيب طيارة عشان يهربوا بيها. وبيروح لهم هنري وبيقول لهم ان عنده حل لمشكلة الجراد البيئية وبيوافقوا ياخدوه معاهم. ووقت ما بيخرجوا عشان يركبوا الطيارة بيلاقوا ديناصورين بيهاجموا بعض، لكن بيقدروا بعد معاناة انهم يبعدوا عنهم ويركبوا الطيارة. وبيتجمعوا ايلي وايلين مع بعض بعد ما اعترفوا بحبهم لبعض، وبيقدموا الدليل اللي معاهم لمجلس الشيوخ الامريكي. والبنت اللي مش عارفين اسمها من اول الفيلم دي اشترت طيارة خاصة ليها، واوين وكلير ومايزي بيرجعوا الديناصور الصغير لامه وبيعيشوا مع بعض. وهنري بيعدل الجينات بتاعت الجراد وبيتخلص منهم، وبتتحول اراضي المركز لملجأ طبيعي للديناصورات بعيد عن البشر. وبنتعلم من الفيلم اللي كله ديناصورات ده ان اولا الشر مهما طال وقته بينتهي، ونهاية الشر نهاية مسدودة ومحسومة جدا، وان مش دايما التكنولوجيا بتفيدنا، ممكن تضرنا في حاجات كتير وتوصلنا لنهاية العالم كمان. ثانيا ان اي مرض ربنا اللي بيبتلي بيه عباده علشان يصبروا، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيشفي، ومهما تدخل الانسان وكبر وزاد العلم واتطور هيفضل الانسان سبب من مسببات ربنا مش اكتر. وكالعادة بكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتقول لنا رأيك في كومنت عشان بنرد على الكل والله. وأحب أفكركم بالاشتراك في قناة فيلم إلا ربع عشان يوصل لكم أجدد الملخصات بصوتي. الفيلم ده كان بصوت أحمد فاروق. أشوفكم الفيلم الجاي. سلام.